بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ومرحبا يا إخوان، الله يعطيكم الصحة والعافية. هاي جايز، اليوم يعني حيكون محتوى الفيديو في يعني فيديوهين إن شاء الله بخليها، والعفو هي مو الفكرة لإني بزود يعني عدد الفيديوهات في القناة أو للاشتراك أو لأي شيء، لا والله، بس الفكرة إني يعني على أساس يكون الفيديو واضح لعملية برمجة سبيدات سبيكتروم بشكل عام، حتكون كلها متشابهة ويكون المقطع مفيد. يعني مو كل شخص مثلا بيقول لك والله أنا بشوف مواصفات الموديل يعني دي بي اكس ال، اي انا من لوسي انا يعني مو مهتم فيه، بس ابغى اعرف يعني سبيدات سبيكتروم كيف يعني تبرمجها بشكل جيد او يعني حسب كل موديل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدا. المسألة بسيطة جدا يا اخوان، طبعا في عن طريق اللابتوب تقدر تشبكه عن طريق توصيلة، ممكن كمان عن طريق الكارت، ممكن كمان عن طريق يعني ابلكيشن تنزله على الجوال ويعني تربط البلوتوث مع الريموت بقطعة تركبها على الريموت، يعني وفي ريموتات بتكون فيها بلوتوث يعني جاهزة ل يعني الدعم والربط مع الابلكيشن. ففي طرق كثيرة لعملية البرمجة، زي بعض سبيدات اللي هو من كاستل عن طريق الريموت او بطرق اخرى. يعني في مقطع طبعا عن برمجة سبيدات كاستل بشكل عام متشابه، في موجودة في محتوى القناة، في كمان عن برمجة هاب وينج، في كمان عن برمجة سبيدات اللي هي السابقة لارما، يعني لانها متشابهة مع هاب وينج ويركب عليها نفس الكارت، لكن طبعا هذا كارت مختلف زي ما تشايفين. هذا الكارت كارت مختلف، كارت سمارت بروجرامر خاص ب طبعا زي ما تشايفين اي سي بروجرامر اللي هو طبعا كارت خاص ب سمارت اللي هي طبعا يعني اي سي مدير الطاقة الحديث في الشركة. الحقيقة يعني نصيب لوسي وأكثر من شركة أرما وكمان كاستل بدعم سبيكتروم. الحقيقة سبيكتروم يعني شركة يعني ممتازة أو يعني متميزة بأنها محتوية كل إلكترونيات الار سي كار، ريموت فيه طبعا، ريموت مربوط بالريسيفر وبشفرة معينة بينهم، يعني سبيدات، مكاين، الحقيقة كمان سيرفوهات، ويعني الحقيقة السيرفوهات حقتها جدا ممتازة والحقيقة ما تتعيب. يعني فأنا بتكلم الآن عن سبيكتروم بشكل عام، فهي شركة الحقيقة انتظروها لفي العشر السنوات القادمة، هذه حتكون لها وضع يعني مميز أكثر وأكثر. والشركات الثانية كلها جيدة زي ما انتم عارفين، هاب وينج وكاستل والشركات الأخرى ريدي وغيرها. طيب المسألة بسيطة جدا، مكان الفان المروحة زي ما بتعمل في هاب وينج وطبعا اللي هي سبيدات أرما بشكل عام، بتفك مكان الفان المروحة زي ما تشايفين، هي أساسا يعني بعد كده بترجع تشبكها بهذا الشكل، يكون التسنين هذا إن شاء الله تكون الصورة واضحة، التسنين هذا للداخل يعني على أساس تكون عندك فكرة عن يعني عملية التركيب. غير كده زي ما تشايفين الجزء الأبيض بيكون على اليسار، والكمان الأحمر والأسود بيكونوا على اليمين بشكل عام عشان تكون عارف عملية التركيب. بس بتركبها وبتركب البطارية، بطارية واحدة أو شيء زي كده، زي ما تشايفين أنا يعني ملحم اللي هو فاصل حتى أني أركب بطارية واحدة، أو ممكن أحط على الموديل 6 سل. يعني بشكل عام إن شاء الله في الفيديو الثاني بتكلم عنها بتوضيح. طيب ببساطة تشغل، عفوا إن شاء الله تكون الصورة واضحة، آسف. زي ما تشايفين هورايزون المجموعة القابضة، اللي تحتها مجموعة كبيرة من الشركات ومنها يعني كمان
يعني شركات الريموتات الممتازة، فوتابا وغيرها من الشركات. طيب، ضغطة واحدة بعد كذا بيخش لك على الاي سي اللي هو مدير الطاقة. زي ما انتم شايفين الاختيار رقم واحد، زي ما انتم شايفين يا اخوان رانينج مود اللي هو اختيار يعني اداء الموديل كيف تبغاه، امامي وخلفي من غير بريك ولا تبغاها امامي وخلفي مع البريك. رقم اثنين هذا اللي هو طبعا رانينج مود زي ما انتم شايفين، رقم اثنين اللي هو طبعا يعني امامي وخلفي وبريك، واضحة جدا اتوقع يعني. طيب الثاني زي ما انتم شايفين، من الصورة تكون واضحة، موتور روتيشن زي ما تشايفين موتور روتيشن. فيعني عندك يعني اختيارين، يا الاختيار الاول اللي هو الالتفاف الماكينة، الماكينة لما تدور التفاف الماكينة سي سي دبليو، او تخلي الماكينة على سي دبليو بس، فهي محطوطة طبعا على الاختيار رقم واحد. دحين ندخل عليها بسيطة جدا، رقم واحد اللي هو سي سي دبليو. مهم جدا يا اخوان هذه الامور الواحد ما يألف فيها، زي السي سي دبليو او سي دبليو، التفاف الشفت حق الماكينة يا على اليمين يا على اليسار، تمام؟ يعني خليها زي ما يعني الشركة يعني مبرمجاها، افضل يعني خليها زي ما هي. عموما ما بيضر لو خليتها على الاختيار الثاني ما بيضر، لكن الافضل انك تخلي يعني بعض نقاط البرمجة على يعني تصميم الشركة واختيار الشركة، اكثر امان. طبعا موتور روتيشن، بعد كذا لايبوسيل زي طبعا اوتو على اساس انك لو حطيت ثلاثة سيل ما عندك مشكلة، لو حطيتها على كمان ندخل على نفس الاختيار، بسم الله الرحمن الرحيم نفس الشيء ضغطة كذا لاختيار رقم ثلاثة، زي ما تشايفين مختار اللي هو واحد اللي هو اوتو، زي ما تشايفين يا اخوان اللي هو اللايبوسيل، يعني كتوضيح للأمانة في اللايبوسيل. طبعا اللايبوسيل واضحة أمامكم إنها يعني على أوتو، يعني أوتو معناها ممكن تكون تحط 3 سيل 4 سيل 5 سيل 6 سيل 8، ما عندك مشكلة. يعني الأوتو ده بيساعدك في إنك يعني أي اختيار بتختاره بيتبرمج عليه، لكن الأفضل انك تختار اختيار معين وتبرمج عليه، هذا الافضل، بيكون مهيئ للسبيد بشكل اقوى لهذا الموضوع. والله انا ما سويتها، بس للامانه بوضح لكم، هي يعني وضحتها في يعني فيديوهات سابقه. طيب ايش الباقي؟ شيء بسيط جدا، اسف على يعني عشوائيه التصوير. طيب زي ما انتم شايفين ايش الاختيار اللي بعدها لو تلاحظوا معايا اللي هو كات فولتج 4 رقم 2 اوتو كات فولتج. هنا موضح لك الكات فولتج متى يفصل عندك الموديل على الجهد العالي او المنخفض او الميديوم، وهو مختار الميديوم زي ما تشايفين اختيار رقم 2 واضح يا اخوان اللي هو الكات فولتج اللي هو يقطع الموديل التيار، زي ما تشايفين بسيطة جدا ما فيها اي شيء. مهم جدا يا اخوان انه البرمجة اذا ما عندك معلومة عنها لا تلعب، لانه ممكن تتلف الموديل في لحظة، فخلوا بالكم من النقطة هذه. طيب كات فولتج على الميديوم، طيب جميل جدا. بعد كذا اللي هو اي بي سي فولت الجهد، زي ما تشايفين الجهد ما هو على 6 يعني موديل كبير، فالجهد على 8.4 فولت، فيعني ما شاء الله تبارك الله جهد يعني قوي، ولكن عفوا آسف ولكن مناسب على الموديل. طيب يعني بسرعة عشان ما نضيع الوقت، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كذا يا اخوان بعد اللي هي بي اي سي فولتج، بعدها ماكسيم اللي هو بريك، البريك على 50 زي ما انتم شايفين، البريك على 50%. انا استغربت والله، البريك حق الموديل ما شاء الله ممتاز جدا، أو يعني اللي هو كم اختيار البريك، آسف جدا 6
خمسة ستة ستة على اختيار رقم ثلاثة زي ما انتم شايفين، ستة ستة على ثلاثة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لأن أنا شايف البريك قوي. طيب ليش محطوط هنا على اثنين وهنا على ثلاثة؟ غريبة، على 53% وهنا على على 50% اثنين. What this؟ طيب نغير كذا 62%. معقولة منطقية. طيب 75%، 87% هذه بحطها على بعض الموديلات، 100% يعني تلف في الحقيقة بالذات على موديل ثقيل. طيب 25 نخليها على 50 الثلاثة، هو مجزيها أكثر يعني سبحان الله على حسب يعني الكرت، يمكن في نوعية كروت ثانية، فالمسألة بسيطة يا إخوان، المهم إنها البريك. فعلى 50 الحقيقة والله ممتاز، والحمد لله زي ما تشوفين التروس ما فيها أي تآكل ولا فيها أي مشكلة. لاحظوا هي محطوطة على هذا الشكل، لاحظوا يا اخوان، فيعني الجزء الزايد من البنيان للداخل، يعني دائما انا بحطها في النص، فما ادري هل الوضع ده في الوزن او تركيب البنيان مع السبار افضل، ما ادري، بس انا مخلي يعني زي ما هي. لاحظوا الليكويد احمر، لاحظوا يا اخوان الليكويد احمر، اتمنى الصوره تكون واضحه، والله التصوير هذا عجيب. عموما سالفه الموديل الان، طيب الله المستعان عن الكرت بس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والله الفيديو ملخبط لكن ماشي الحال، ان شاء الله يكون المقطع مفيد. طيب يا اخوان وين وصلنا؟ طيب ميكسن ريفيرس 25%. للاسف والله احيانا بقول في بعض الفيديوهات اللي بتكلم فيها على البرمجه 25% اللي هي بتفرمل يعني، لا مو صحيح، هي 25% باور في الريوس، فالريوس انا ما بحتاجه يعني مثلا زي الموديل الكبير، معليش مضطر يا اخوان لانك تتكلم عن البرمجه وبتقارنها بالموديل، يعني انا ماني محتاج اعمل حركه الريوس بالموديل هذا صراحه. طيب نكمل معاكم بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ايش باقي؟ معليش طولوا بالكم عليه يا اخوان. ميكس ان ريفيرس، وبعد كذا اللي هو البوش ليمت او ليفل، البوش ليفل زي ما تشايفين البوش ليفل محطوط على كم؟ واحد؟ لا مو واحد، ولا على اثنين، ولا على وش القلم هذا اللي ما له داعي. طيب ولا على ثلاثة، على أربعة زي ما تشايفين الليفل على أربعة. الليفل حسب طبعا الموديل يا أخوان، يعني كل موديل ولو ليفل معين، طبعا في خمسة لكن ما أنصحك تحط خمسة حتتلف الموديل، يعني طبعا كل موديل حتى في موديلات أرما حتلقى نفس الفكرة، حتلقى مثلا يعني التايفون له ليفل معين حسب حجم الإطار، الأوتكاست له ليفل معين، برضو دي بي اكس ال اي له ليفل معين، فيعني ما أنصحك إنك تجازف. لو مرة بتبغى تجازف لو مركب إطارات صغيرة صغيرة مو أكبر، ما أنصح أحد يركب إطارات أكبر عن تحمل الموديل، لكن أصغر يعني ما بضرك شيء، ممكن بفحط معك الموديل أكثر يعني. رجعنا تكلمنا عن الموديل، معليش يا أخوان. فالمهم يعني لا أضيعكم في السالفة، لكن يعني يفضل أنك ما بتختار الليفل من عندك، الليفل اللي مقترحاه الشركة للموديل حسب الوزن والحجم وأداء الموديل، يختلف الليفل من موديل للثاني. بالأمانة أنا الإكس ماكس حطه على ليفل 3 وهو من هاب وينج نفسهم بيقولوا طبعا سبيد هاب وينج ماكس 6 خليه على ليفل 4، فعلى 3 وما شاء الله تبارك الله الموديل قوي بالبطاريات اللي كانت اكبر من يعني سعه الامبير. طيب نكمل بسم الله الرحمن الرحيم، ايش الباقي؟ طيب عندكم اي أيوة والله هذه مهمه جدا. طيب الليفل هذا واضحه، بعدها يا اخوان اللي هو تايمينج ديجري، زي ما انتم شايفين تايمينج ديجري محطوط على زيرو. تايمينج ديجري يا اخوان يعني قرات عنها كثير، كلها بيقول لك الفيوتشر فيوتشر، لازم تعرف تايمينج ديجري يعني هذه تعتمد على
يعني كلها آلية حركة واحدة، لكن تعتمد على ديناميكية الحركة في الماكينة، فلا تلعب فيها وتغير أو تعدل. ممكن الفيوتشر، أنا ماني فاهم فيوتشر قصدهم من يعني إيش من الفيوتشر، إنه يعني لو عطل صار في عطب في الماكينة، هذا عامل مساعد تايم تايمينج ديجري. طبعا نصيحة، لا حد يغير الليفل اللي محطوط عليه من الشركة، خليه على نفس الليفل. تايم ديجري لو رفعته لا تزيد عن 5%. هو ايش يعني؟ صيانة للموديل او حماية للموديل، على اساس انه الموديل يعني اللي هو الماكينة تعمل بشكل افضل. ففي يعني ليميت معين او درجة معينة، 5% او زي ما انتم شايفين يا اخوان. طيب 3.75، 7%، 11.25% او 15%. هذا يا اخوان طبعا بيعمل سيرفيس للماكينة حتى انها تعمل بشكل افضل. لكن لما بترفع الليميت هذا بيستهلك يعني عزم الار بي ام، بيرفع الحرارة في الماكينة. انا ماني فاهم كيف صيانة للماكينة، ما ادري، اعتقد الماكينة لما تتلف. لكن عموما بعض الامور هذه يا اخوان محتاجة الى بروفيسور في الكهرباء. فيعني هم الشركات المصنعة للموديلات حاطينها على الليمت هذا، لا تعدل فيها. انا والله شفت حتى في الجروبات بيقول واحد والله ليه ما استفيد من يعني ارفعها شوية، بس يعني بترفعها على اي اساس؟ على اي اساس بترفعها؟ هي صحيح بتعمل سيرفيس للماكينة لكنها بتخفض الار بي ام وبترفع الحرارة، فهي خطيرة. انا ماني عارف كيف انها يعني بتعمل سيرفيس، هذه بتتلف. لكن كل ما بتقرب في هابوينج، في الشركات الاخرى، في سبيكتروم بيقول لك هذه الفيوتشر يعني. فيعني خلوها على نفس الليمت. واسف طولت عليكم يا اخوان، لسه في مقطع ثاني. يلا السلام عليكم يا اخوان، الله يعطيكم الصحه والعافيه. نتقابل بعد دقيقه في الفيديو الثاني. الله يعطيكم الصحه والعافيه، اتمنى يكون المقطع مفيد. والله ماني عارف امسح منه ايش، لكن سامحوني بنزله زي ما يعني سجلته. يعطيكم العافيه، باي باي جايز.